السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاول إن شاء الله نشرحوا الدرس ديال لونتربريز و سون انفيرونمون. هذا الموديول هذا اللي كيكون في بزاف ديال لي فيليير اللي من بينهم تكنيسيان سبيسياليزي اون كوميرس، اللي هي تقريبا اللي غندير أغلب الفيديوهات ديالها، وهذا ما كيمنعش أنني نقدر ندير فيديوهات أخرين على شعب أخرين اللي مرتبطة بهذا لو سيكتور هذا اللي سميتو لا جي سي، منهم الشعبة ديال تكنيك دفونت اي نيغوسياسيون ولا اجون تكنيك دو فونت كندان سميتها، ومنهم الشعبه ديال تكنيسيان كونطابيليتي، ومنهم تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز. المهم غادي نبداو اليوم بالشابتر الاول، لي كونسيبت اي فيناليتي دو لونتربريز. دونك اون بروميي ليو غنشرحو شكون هي اون اونتربريز. دونك اون اونتربريز اي ان اجون ايكونوميك دون لا فونكسيون برينسيبال اي لا برودكسيون اي لا كوميرسياليزاسيون دي بيان اي سيرفيس بور لا ساتيسفاكسيون دي بوزوان كليون. دونك لونتربريز سي بالعربيه هي المقاوله او الشركه. دونك مقاوله هي الهدف ديالها واضح، اما الانتاج او بيع الخدمات او السلع. الهدف واحد انها باش تساتيسفي البوزوان ديال لو كليون، بما انها تحقق المطالب ديال الزبناء. دونك شنو هو الفرق الاول اللي غادي نشرحه ما بين ان بيان وان سيرفيس؟ ان بيان هو تو سكي توشابل دونك كونكري، اي حاجه ملموسه. دونك فاش كنهضروا مثلا نموذج ديال ان بيان، مثلا ان بيمو ولا ما عرفتش شنو، ولا شي حاجه ملموسه كتقيسها، دونك اون فواتور، دونك سي ان بيان. مي ان سيرفيس هي واحد الخدمه، دونك هي ما كتقاش باليد. مثلا طلعتي ركبتي في واحد لو بيس، نزلتي في هذيك المحطه، ما خديتيش معاك لو بيس، مي الخدمه اللي حققتي انه وصلك من موضع لموضع. داكوغ، هذا هو الفرق ما بين لو بيان و لي سيرفيس. دونك لونتربريز هي واحد لاجون ايكونوميك دون لا فونكسيون برينسيبال هي لا برودكسيون ولا كوميرسياليزاسيون. هنا كيجرنا لجوج انواع ديال لي زونتربريز، اما اون اونتربريز بروديكتيف ولا كدير لا كوميرسياليزاسيون. داكوغ، من بعد ندوزو لابروش. دونك لابروش تراديسيونيل دونتربريز، لاكتيفيتي دون اونتربريز بوت اتر ديكومبوزي اون دو فاز دينستانكت باردون ديستانكت. دونك لابروش تراديسيونيل شنو هي؟ هي لاكتيفيتي بروديكتيف سيدادير لا كرياسيون دي بيان او سيرفيس. اول حاجه كدير لونتربريز هي لا برودكسيون، سينو الا كانت اون اونتربريز كدير لا برودكسيون ومن بعد كدير لا فونت. داكوغ، هذه هي لاكتيفيتي الاولى ديال لونتربريز. دونك كتصنع وكتخرج هذيك السلعه ديالها ولا هذوك الخدمات ومن بعد كتبيعهم. والنشاط الثاني ولا لاكتيفيتي الثانيه اللي كدير هي لا ريديستريبيسيون دي ريشيس. دوك لي ريشيس شنو هما الثروات اللي حققات في هذيك العام، كتعاود دير لهم اعاده توزيع. دونك كيفاش كدير لهم اعاده توزيع؟ يعني كاين مجموعه ديال الشركاء، يا دي بارتنير افيك لونتربريز دون لاكيل لا هذاك رياليز هذاك لو ريزولطا ديالها في هذيك لاني. دونك il fait répartir هذوك لي ريشيس على لي بارتي كاملين سولون لا بار ديالو. دونك كاينين بزاف ديال الشركاء واللي كنسميهم لي بارتنير ديال لونتربريز، مثلا كيكونوا لي زاكسيونير، هما الناس ديال لونتربريز هما الناس الممولين. دونك هادوك كياخدوا واحد النصيب ديالهم كيتسمى دي ديفيدوند. مثلا كاينين لي زومبلوي اللي هما الناس اللي خدامين كياخدوا لي سالير انسي دو سويت. دونك دو اكتيفيتي في لابروش تراديسيونيل، لا بروميير اكتيفيتي سي برودوير اي فوندر هادوك لي بيان اي سيرفيس، و لا دوزيام اكتيفيتي سي ريديستريبي لي ريشيس. دونك هذاك الشيء اللي ربحات هذاك لو غان ولا لو بينيفيس كتعاود تقسمو وكتوزعو على الناس اللي ساهموا في هذيك النشاط ديال لونتربريز. دونك نمرو هنا نهضروا على ديك. دونك ان لونتربريز ايت اون اونيتي دو برودكسيون. دونك لا كونتربارتي دو لاكتيفيتي دو برودكسيون دو لونتربريز اي باردون سو ترادوي بار لا فونت. لو برودوي دو سات فونت دوا بيرميتر ا لونتربريز دو ريمونيري دي فاكتور دو برودكسيون بي سي شارج سوسيال اي فيسكال ديجاجي ان سور بلوس ديستيني ا اسوري سون افنير. داكور، دونك هنا لونتربريز شنو كدير من بعد في هاد لا ريبارتيسيون هادو ديال لا ريشيس كيما هضرنا. دونك واحد لا بار يعني واحد شويه ديال الفلوس كيمشي لي فاكتور دو برودكسيون، دونك داك لي ماتيير بروميير لي ماتيير كونسومابل كيمشي لي ماشين ليليكتريسيتي وهادوك لي شارج كاملين. يا بي سي شارج سوسيال اي فيسكال. دونك لي شارج سوسيال هنا كيقصدوا بهم لي شارج اللي مرتبطه ما بين لي انستيتيوسيون ايتاتيك كي اورغانيز مثلا هذاك لو كوتي سوسيال بحال لا سينيسيس مثلا بحال لي زاسيورونس وداك الشيء. وكاينين دي شارج اوسي فيسكال، يعني لونتربريز كما كتعرفوا انها ملزمه انها تخلص دي زامبو في الاخر ديال الريزولتا في الاخر ديال لاني. دونك هادو هما كتخلص لي شارج.
وكتخلي واحد لو سيربلوس، دونك كتخلي اون بار بوغ اسيوري سون افنور، باش تاسيوري لا في ديالها خاصها تخلي واحد القدر من المال دونك باش تواجه اي حاجه جايه لقدام، كو سو سوا ماتش نومي الفو هذاك سميتو، خاصها ايبارني واحد لا بار يعني انها تخبعها. داكوغ، هنا من بعد غادي ندوزو لابروش سيستيماتيك د لونتربريز. كيس كان سيستيم، سيستيم بالعربيه سي هو النظام، دونك النظام باين ان سيستيم ايت ان انسومبل ديليمون لي لوجيكمون اونتر او كي ريونيس كونكورون concure pardon à la réalisation d'un objectif commun. Donc un ensemble d'éléments. Le système هو مجموعة ديال الأشياء ولا ديال الأعضاء مرتبطة، donc liées logiquement entre eux، مرتبطة بيناتهم بواحد الرابط، يعني كل واحد وكيعرف شنو كيدير باش انهم يحققوا ان اوبجيكتيف، ان اوبجيكتيف كومون، هذا هو الهدف. يعني بحال مجموعة ديال الناس كيتفقوا ما بيناتهم، كل واحد وكيقسموا الأدوار بيناتهم باش يحققوا هدف واحد مثلا. داكور، هذا هو لو سيستيم. Les composantes d'un système. Un système est composé d'éléments en interaction. Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition d'éléments, mais d'un ensemble organisé de façon cohérente en fonction d'un but. Donc le système, c'est qu'on observe les éléments. Donc, mais il y a des éléments qu'on observe. مرتبطه ما بيناتهم باش انهم يحققوا هدف واحد دون مانيير ولا دون فاسون كويرونت، يعني واحد كيكمل واحد. داكور، سي هذا الشيء اللي بغاو يقصدوا به هنا. دونك هنا غادي نمروا لي كاركتيريستيك دان سيستيم دو لونتربريز. لونتربريز سي ان سيستيم، يعني خاصها تكون منظمه باش انه ما تمشيش في عشوائيه دونك وتمشي للديكلان ولا تدير الفايت، ديكلاري الفايت، يعني باش تكمل المسارها الطبيعي وتحقق ارباح وتزيد تكبر وتكبر، كي خصها تكون كومان سيستيم. وهاد لو سيستيم هادو هما المميزات ديالو، دونك لي كاركتيريستيك باش كيتميز لو سيستيم لونتربريز. واحد ما اولا، دونك سي ان سيستيم اوفير، يعني منفتح. لونتربريز اي كومبوزي دو سو سيستيم كي شونج دي فلو d'informations physiques et financières. Il nous procure à l'environnement les matières premières, les intrants, et lui ont restitué après traitement des produits extrants. Donc le système ouvert, donc l'entreprise, ça qu'on a un système ouvert, mais nous avons une fête à la بالنسبه لتبادل المعلومات مثلا، ولا دي فلو فيزيك مثلا غيكونوا دي برودوي، دونك شي حاجه توشابل. وفينونسي مثلا لارجو مع لي بنك، مع لي طاف لي زامبو، مع لا سينيسيس في لي كوتيزاسيون، دونك الحويجات اللي كيدخلوا لونتربريز، مثلا مثلا لي ماتيير بروميير كيتسموا دي زانترون. داكور، مثلا شنو لي بري، القروض من لي بنك كيتسموا دي زانترون. مي لا خدينا عاود اكسترون، يعني الحاجه اللي كتخرج من لونتربريز بحال لي برودوي فيني، بحال لي سيرفيس، انسي دو سويت. دونك لا دوزيام، ان سيستيم فيناليزي. لونتربريز بورسوي دي بوت بروفي بويسونس بيرينيتي. دونك لونتربريز ان سيستيم باش انه يعيش وانه يكمل، دونك خص تكون عنده اون فيناليتي. دونك ان سيستيم دو اتر فيناليزي. داكور، لا فيناليتي شنو هي؟ هي لوبجيكتيف ولا لو بوت ا لون تيرم، يعني كيكون في المدى البعيد، هذه هي لا فيناليتي. يعني خصها تكون عندها اون فيناليتي، كو سو سوا في البروفي دونك في الربح، ولا لا بويسونس لا بيرينيتي، انها تكبر وتستمر لقدام. داكور، هذه هي الدوزيام في لي كاركتيرستيك ديال سيستيم ديال لونتربريز. دونك نمشيو لا تخوازيام، ان سيستيم كوردوني. قال لك سيدي ايل سورغانيز بور اتاندر سي زوبجيكتيف، ديفينيسيون دو بلان داكسيون دو بيدجي. دونك يكون حتى هو دونك كوردوني، سي اورغانيزي، سي مرتبط، باش انه تكون في الاول يبعد على ديفينيسيون دان بلون داكسيون، يعني يحددوا واحد الخطه ولا خريطه الطريق كما كيقولوا، دونك كيفاش غيمشي، ويحددوا لو بيدجي وداكشي. دونك سي سا. كاتريام، ان سيستيم ايرارشي. ايرارشي، لا ايرارشي هي التراتبيه، دونك انهم يحترموا، كيكون واحد من بعده من تحت واحد وداكشي، مدير دونك لي شاف مثلا، شاف الديبارتمون، انسي سويت. دونك اسيدي ايل سودول de structure d'exécution, la direction et le contrôle. Qui m'a dit là? Qui connaît les structures d'exécution ou la direction ou qui le contrôle? Les gens qui appliquent, les gens qui regardent, les gens qui ont des décisions ou les qui décident les grandes stratégies. Ou la cinquième, c'est un système vivant. L'entreprise est une organisation vivante qui naît, se développe et disparaît. Donc, c'est là qu'elle vit comme جميع الكائنات. دونك هي كتخلق في لا كرياسيون ديال لو ريجيستر دو كوميرس ولا ديال لونتربريز. il se développe يعني مع لا كرواسونس ديالها انها كتطور مع لو طون. il disparaît au cas où تقدر انها تختفي. دونك
نمشيو لي فيناليتي دونتربريز، لا نوسيون دو فيناليتي. دونك لا فيناليتي دونتربريز اي سا ريزون ديتر، لا فيناليتي principale de l'entreprise est de faire du bénéfice, mais chaque entreprise a ses propres finalités influencées par les valeurs personnelles de ses dirigeants et des associés, l'histoire de l'entreprise et les contraintes de l'environnement. Donc les finalités de l'entreprise, donc une entreprise qui connaît des finalités, mais souvent les entreprises, c'est ça, donc nous avons les différentes finalités. Donc A, les finalités économiques. Économique, ça veut dire les chiffres, donc c'est de l'argent. La pérennité, donc la croissance, produire des biens et services, donc distribuer, le profit, c'est le gain, c'est le bénéfice, le rebais. Donc B, pardon. B, les finalités personnelles. Le prestige ou l'épanouissement du personnel. Le prestige, donc, c'est un homme ou c'est les finalités sociales. Donc, l'idéologique, service à la société ou nationalité. بالنسبه ليديولوجيك دونك لونتربريز دو سو بارتيسيپ مثلا في التظاهرات البيئيه، مثلا انها تنخرط، انها تحمي البيئه. هنا كنذكر لكم مثلا واحد ليكزومبل، صافي دي زاني كانت الشركه ديال لا سامير، هذه معروفه في المحمديه، كانت كدير دي بارك، كتعاون حتى هي في لا سوسيتي، ميم حتى اتصالات مثلا واحد لو مومون حتى هي كانت كدير هذوك لي روغار، دوك الغطيات ديال لي روغار، دونك راه كتلقاو فيهم لا سونياتير ديال الاتصالات. Donc c'est ça les finalités sociétales, service à la société ou nationalité. Ou bien c'est pas la personne, mais c'est la sociale. Donc c'est ça. L'entreprise, le chapitre 2, la classification des entreprises. Donc les entreprises, d'abord, le tarif de l'entreprise, les finalités ou les types donc nous d'abord, je n'ai pas les types finalement. باش اننا نقسمه ولا نفرقوا ما بين اونتربريز واونتربريز، كاينين دونك شي تخوا ديال الكريتير، ثلاثه ديال المعايير باش اننا نحددوا اونتربريز من اونتربريز. اول معيار سي لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، داكور، لا كلاسيفيكاسيون سيكتوريال. دونك هنا باش نعرفوا اونتربريز ونفرقوا ونميزوا ما بينها وما بين اونتربريز، خصنا نعرفوا شمن سيكتور كتنتمي ليه. دونك حنا غنبداو، لو سيكتور داكتيفيتي روغروب ان انسومبل دونتربريز دون لاكتيفيتي ايكونوميك برينسيبال اي لا ميم. دونك ان سيكتور داكتيفيتي هو اللي كيجمع مجموعه ديال الشركات اللي كتكون عندها نفس النشاط الاقتصادي. داكوغ، حنا غادي نشرحوا هذا الشيء في هاد لي سيكتور هادو اللي جايين. اون ديستانغ لو سيكتور بريمير اي روغروب توت لي زونتربريز اوتيليز ا تيتر برينسيبال لو فاكتور ناتوريل، داكوغ، اي لونغلوب لاغريكولتور، ليلفاج، لا بيش. هنا ما ذكروش لي مين، حتى لي مين راه داخلين في لو برومي سيكتور، دونك سي المعادن. دونك القطاع الاول لو سيكتور بريمير كيجمع دونك مجموعه ديال الشركات اللي كتكون عندها علاقه مع الطبيعه، يعني ما كتصنع ما والو، هي كتستخرج من الطبيعه. اما لاغريكولتور بمعنى في القطاع الفلاحي ولا الزراعي، ليلفاج هنا تربيه المواشي ولا كيقصدوا به بحال هيدا، ولا بيش شي الصيد البحري، ولكن اللي كيتسمى لو سيكتور اللي معروف لاغريكولتور، لا بيش، وليمين يعني المعادن والزراعه دونك والصيد البحري. هذا هو القطاع الاول، يعني مجموع ديال المقاولات اللي كيمارسوا في هذا القطاع هذا، حنا كنسميهم دي زونتربريز كي بارتيان او برومي سيكتور. داكور، ندوزو لو دوزيام سيكتور، سي لو سيكتور سكوندير، ال روغروب توت لي زونتربريز ايون كوماند اكتيفيتي لا ترانسفورماسيون، سطرو على هذه لا ترانسفورماسيون دو ماتيير بروميير اون برودوي فيني، ال انغلوب دونك دون توت لي فينا توت لي زاندستري. D'accord? Le deuxième secteur, c'est un secteur industriel. بمعنى القطاع الصناعي، هو كيجمع مجموعة ديال الشركات اللي كتكون النشاط ديالهم الأساسي اللي هو تحويل la transformation des matières premières. La production, la transformation des matières premières, la fabrication. Une fois que je les termes, je vais classer l'entreprise d'Ali. Donc, on va classer le deuxième secteur. D'accord? La transformation des matières premières, la production, la fabrication. On a mis les sociétés qui sont en train de se faire, ou qui sont en train de se faire, ou qui sont en train de se faire, les produits finis, jahiza. Donc, on a mis des entreprises qui appartiennent au deuxième secteur.
et le secteur secondaire industriel. Donc, il y a le troisième secteur, tertiaire. Il regroupe toutes les entreprises prestataires, c'est-à-dire des services. Sa composition est très hétérogène. Galcacidicar, il regroupe tout ce qui n'appartient pas aux deux autres secteurs. Il y a le secteur le troisième secteur. D'accord? À savoir les activités de distribution, transport, loisirs, crédit, assurance. Donc, je mets Sherikat Lidr, la distribution. Donc, maintenant, qui a droit à l'activité de distribution, qui a droit à les grandes surfaces de vente. Asima, Marzan, Atacadao, ainsi de suite. Le de transport, des agences, maintenant, de transport, prestations, CTM, tata. De loisirs, maintenant, les agences de voyage, d'Akshi. Donc, le crédit, donc, les crédits, les banques ou les assurances. دونك هذا وغادي نزيد واحد لو سيكتور انا خديت غير هذا البي دي اف كان تسمح لكم دونك غير ملخص على وديت الوقت كاين ان كاتريام سيكتور ان كاتريام سيكتور سي لو سيكتور كاترنير هذاك فيه ولا كيتسمى معروف بالنتيك لي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون هذا لو سيكتور هذا جديد دونك بان مع دونك في لي زاني بان من 2000 تقريبا لهنايا فاش تطوروا هذا الشيء ديال الانترنت وهذا الشيء ديال المعلومات وتقنيات التواصل وفيه مثلا هذا الشيء ديال لي لوجيسيال مثلا فيه هذا الشيء ديال لي بروفي فيه هذا الشيء اللي جديد دونك اللي جاي داكور اللي هو النتيك لي نوفيل تكنولوجي التقنيات الجديده للتواصل والاعلام داكور هذا سي ان سيكتور كاترنير ندوزو بعد الكلاسيفيكاسيون دابا شفنا الكلاسيفيكاسيون سولو لو سيكتور دابا نشوفو سولو لو تيب دوبيراسيون اكومبلي دونك ان لي زوبيراسيون اغريكول اوبيراسيون دون ليكيل لو فاكتور ناتوريل اي برو اي باردون بري دومينون دونك هنايا كنقسموهم ما بين لاكتيفيتي في شاك سيكتور دونك الا كانت اونتربريز مثلا دو زونتربريز كيديروا لاغريكولتور دونك اون بارل دو زونتربريز دون لو ميم opération accomplie ou la même une tâche ou la activité. D'accord? Il y a deux, les entreprises industrielles. Les entreprises qui durent la transformation de la matière première ou la production ou la fabrication en produits finis. D'accord? Aucune des entreprises commerciales. Les entreprises commerciales, ils réalisent les opérations de la distribution des biens. Les entreprises commerciales assurent la fonction de grossiste, c'est-à-dire achat en grande quantité directement chez le fabricant et vente en grande quantité aux revendeurs. Had les grossistes, هما الناس اللي كنهضروا عليهم الناس ديال الجمله داكور الناس اللي كيبيعوا بالجمله دونك كيشريو من عند الشركات اللي كيصنعوا ومن بعد كيبيعوا الناس اللي كيعاودوا فيهم البيع داكور ويا لي زونتربريز كوميرسيال اسور لا فونكسيون دو سيمي غروسيست ستاد انترميديير اونتر لي غروسيست و لو ديتايون دونك هاد لي سيمي غروسيست هما الناس اللي قل شويه من هذوك اسواق الجمله وكبر شويه من هذيك البقال اللي كيكون د الحومه دونك ولا شي واحد كيبيع نيشان لو كونسوماتور فينال داكور يعني كياخذوا من عند الناس اللي غروسيست صحاب الجمله ومن بعد كيعاودوا يبيعوه للبقال اللي هو هذيك مول الحانوت اللي كيكون حدا الدار داكور ويا لي زونتربريز كوميرسيال اسور لا فونكسيون دو ديتايون كي فوند ديريكتومون او كونسوماتور انا غير كنعطي ليكزومبل هايدا لا فونكسيون ديتايون سي تادير سي فوندر او كونسوماتور فينال هي كتمشي كتاخد عنده نيشان وكيقدر اي واحد ياخد عنده داكور حنا هضرنا على لي تخوا تيب دي زونتربريز كوميرسيال غادي نعاودو يا لي غروسيست لي سومي غروسيست اي لي ديتايون دوزو الكاتر لي زونتربريز دو بريستاسيون دو سيرفيس il fournit du type de service. D'accord? Maintenant, 4, il y a des services de production vendus à d'autres entreprises, sociétés d'études, agences de publicité. هنا كنهضروا على شركات انهم اللي كيقدموا خدمات للشركات داكور يعني بالنسبه لي سوسيتي دو سيد يا دي سوسيتي دو ماركتين مثلا ولا دي بيرو اركيتكتور ولا شي حاجه دونك كيعطيوك لي بلان ولا كيعطيوك لي استراتيجي باش تخدم ولا كي شي مرات كيتوسطوا لك ما بين لو كليون وما بين انت اون طون كونتربريز وانت ما عندكش مثلا سيرفيس ديال الماركتين ولا ما عندكش الوقت انك تانستال في هذيك البلاصه ودير دونك كتقصد هذوك لي سوسيتي دو بريستاسيون دو سيرفيس ولا لي سوسيتي ديتويت وهما كيقدموا لك هذيك لو سيرفيس
او كونتر بارتي خلاص ديال واحد لو مونطون كتفقوا عليه نتوما بيناتكم. وكاين لي زاجونس دو بوبليسيتي هادوك تارين، دونك اون فوا اون انتربريز كتبغي دير لا بوبليسيتي كيما قلنا كتمشي لعندي اون اجونس دو بوبليسيتي مثلا، سي با فورسيمون، يا دي زونتربريز اللي فيهم دي ديبارتمون بوبليسيتي نيت اي ميم هما كيقدوا شغلهم، سينو كيمشيو هاد لي زاجونس دو بوبليسيتي باش انهم يقدوا لهم اون بوبليسيتي. داكور، ماشي اون بوبليسيتي بمعنى هذاك، مي قدوا لهم دي بانو دو بوبليسيتي، قدوا لهم دي بليون دي كاتالوج. دونك وكاين لو سيرفيس دو كونسوماسيون، لي زونتربريز روند دو سيرفيس او كونسوماتور، ترونسبور، ريستورون، لوكاسيون. هنا كاينين دو سوسيتي اللي كيخدموا مع لو كونسوماتور فينال، داكور، بحال الترونسبور مثلا، نقصدنا مثلا شي شركة ديال النقل الحضري مثلا لي بوس. دونك هنا كيستافد منها المستهلك مباشرة، ولي ريستورون تا هما واللوكاسيون تا هي، دونك سي الكيرا. ويا 5 لي زونتربريز فينونسيير، دونك 5 لي زونتربريز فينونسيير il réalise les opérations financières à savoir la création, la collecte, la transformation et la distribution de ressources monétaires et ressources d'épargne. D'accord. هنا لي زونتربريز فينونسيير هما باينين، دونك اغلبهم سي لي بنك، هما اللي كيديروا مجموع العمليات الماليه بحال مثلا لا كرياسيون ديال لي كونت، بحال لا كوليكت، بحال لا ترانسفورماسيون، بحال لا ديستريبيسيون دي ريسورس مونيتير، بحال لي بارني حتى هي التوفير، مجموعه ديال الخدمات اللي كيقدموها. نمشيو للسي، لا كلاسيفيكاسيون سولون لا برانش داكتيفيتي. لا برانش داكتيفيتي نهضروا عليها في هاد لا كلاسيفيكاسيون هادي، دونك سي لا ديفيرونس دي سيكتور. il rassemble des activités variables. la branche ne regroupe que les entreprises fabriquant à titre principal la même catégorie du bien. entreprises de l'industrie pharmaceutique, industrie, les entreprises d'une même branche, donc notamment pour point commun. l'usage d'un même technique d'une pardon d'une même technique, l'utilisation des mêmes matières premières, des intérêts communs dans certains domaines. هنا باش نهضروا على لي زونتربريز اللي كتكون عندهم لا ميم برونش داكتيفيتي، ضروري يكون عندهم لو ميم سيكتور. داكور، هنا كنهضروا على الا كانوا كيخدموا مثلا بلي ميم تكنيك، كيستعملوا لي ميم تكنيك في لا برودكسيون، سا اون سابيل دو زونتربريز دون اون باردون لا ميم برونش داكتيفيتي. ليتيليزاسيون دي ميم ماتيير بروميير، يعني مثلا دو زونتربريز، نعطيكم انا اكزامبل، مثلا الا خدينا مثلا فاني وخدينا موني، هادو جوج دي زونتربريز ديال الدقيق. داكور، لا ماتيير بروميير وحده باينه، سي هو لو بلي، هو القمح، ياك لي تكنيك باينين، دونك عندهم شي حاجه كطحان، دونك عندهم شي حاجه كتعمر في هذوك قفاف وهذاك، دونك سي لي ميم تكنيك، دونك داك نفس كل شيء كيطحنوا هذيك القمح، وعندهم لي ميم، قلنا لي ميم ماتيير بروميير سي لو بلي. داكور، ولي زانتيغي كومان هما باينين، دونك كيديروا حتى هما كيخرجوا مثلا لي بات، كيخرجوا مثلا ما عرفتش بزاف ديال هذوك لي تخيك لي تخيك اللي كيبيعوا من بعد. وهنا نهضروا على دو لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ديمونسيون. من بعد ما درنا لا كلاسيفيكاسيون سولون لا ناتور ايكونوميك، هنا نهضروا على لا تاي دابا لي زونتربريز، باش كنعرفوا اونتربريز كبر من اونتربريز، ولا اونتربريز صغر من اونتربريز، واش هذه كبيره واش هذه صغيره. هنا هذه كيزرنا باش نهضروا على لا ديفينيسيون دو لا نوسيون ديمونسيون دون اونتربريز ني با une chose simple. il existe différents critères pour définir la dimension d'une entreprise. باش نعرفوا ان لا تاي لونتربريز كاينين بزاف ديال لي كريتير، نبداو من الكريتير ا، اول معيار باش نعرفوا اونتربريز كبيره ولا ماشي كبيره. هنا قال لك سولون لو بيرسونيل امبلوي، يعني عدد الناس اللي مخدمه هذيك لونتربريز. داكور، لي بتيت زونتربريز كي امبلوا ان افكتيف كومبري اونتر 1 اي 10 سالاري، يعني لونتربريز اللي عندها واحد لو سالاري حتى 10 هذه اون بتيت اونتربريز. داكور، واحد بمعنى شي مول الحانوت ومخدم معاه واحد، داكور، ولا مخلي هذيك الواحد مقابل ليه هذيك الحانوت. داكور، هنا كنهضروا على اون بتيت اونتربريز، ان ريستو فيه 8 ديال الناس سي مثلا اون بتيت اونتربريز. داكور، هنا سولون كنهضروا غير سولون لو بيرسونيل امبلوي، ولا بالنسبه لي مويان زونتربريز امبلوا ان افكتيف كومبري اونتر دي اي 100 سالاري، الناس اللي كيخدموا ما بين 10 حتى ل 100 سالاري. هنا كنهضروا على اون انتربريز مويان سولون لا تاي. داكور، سولون سيغتان ايكونوميست سون نومبر بو الي ا 500،
وي فريمون هاد القضيه كاينه، يعني كاين مثلا جو بونس تايلور هضر في هاد القضيه وقال لك لا راه خصها تكون من 10 حتى 500 بعد 500 عاد كنهضروا على اون غرون زونتربريز، مي ليسونسيال حنا نعرفوا نفرقوا ما بينهم في هاد لي شيفر اللي معطينا كنظن في البوليكوب ديال لوف بي بي تي ولا ديال ليستيا، يعني من 10 حتى 100. دونك لي غرون زونتربريز سيل كي امبلوا بلوس دو 500 سالاري، اي انتربريز كان عندها اكثر من 500 سالاري سي اون غروند انتربريز. هذا سي سولون ليفيكتيف امبلوي، ندوزو دابا سولون لو شيفر دافير، يعني رقم المعاملات شحال كتبيع رقم المبيعات. Le chiffre d'affaires permet d'avoir une idée sur le volume de transactions de l'entreprise avec ses clients. L'importance d'une entreprise peut se définir par le volume de ses transactions. Donc, il y a un chiffre d'affaires qui est bien, mais quand tu as l'âme, que tu as مثلا 500 000 dirhams, donc nous pouvons dire مثلا une entreprise grande de l'époque. دونك مثلا من 30 ألف درهم، ما انا الارقام كنعطيهم غير اعتباطيين يعني، المهم ولكن هنا ما حددوش، مي غيبان لك لو شيفر الا كان ان شيفر اللي فريمون فريمون طالع اون غروند زونتربريز، كان ان شيفر اللي شويه هذا اون بتي مي هيدا انسي دو سويت. بون ندوزو للسي، ندوزو للسي. Donc, c'est la classification selon la valeur ajoutée. Chna y a la valeur ajoutée, c'est le qiima al-mudafa. La différence entre la production d'une entreprise et ses consommations intermédiaires s'appelle la valeur ajoutée. Rams ديالها هو في ا، هادي غتلقاوها. مي التعريف ديالها نقدر نعطيكم انا مثلا واحد التعريف مزيون اللي قدرتو تكتبوه. La valeur ajoutée, c'est l'ensemble des richesses créées par l'entreprise. D'accord? D'accord. هنا كيقصدوا لكم شنو؟ داكشي اللي نتجات لونتربريز اللي ربحات ناقص داكشي اللي خسرات في هذيك ليكزيرسيس. فاش كنهضروا في ليكزيرسيس في كونتابيليتي كنهضروا على لاني، شنو خسرات في هذيك العام كامل. داكور، داكشي اللي ربحات كامل ناقص داكشي اللي خسرات، داكشي اللي دايرين تما الرمز ديالها في ا كتساوي لا برودكسيون، ها هي هنايا، موان لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير فيها لي ماتيغ بروميير، فيها الضو، فيها لي كيتونس ديال الماء، فيها شنو اخر، فيها مثلا اي حاجه ترونسبور، فيها الناس لي سالير ديال الخدامه، فيها لي كوتيزاسيون سوسيال، فيها لي زامبو، فيها بزاف ديال الحويجات. داكور، هادي هنا كنهضروا على داكشي اللي ربحات كاملو ناقص داكشي اللي خسرات كاملو باش انا نقدروا نوصلوا نحسبوا لا فالور اجوتي. ندوزو لا كلاسيفيكاسيون جوريديك. هنا فاش كنهضروا على كلاسيفيكاسيون جوريديك بمعنى هنا كنهضروا على لو ستاتيو ديالها. داكور، على لو ستاتيو ديال لونتربريز جميع كنهضروا هنا. دونك ا لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك، هو القطاع العام، القطاع العام كاين الشركات اللي كاينين في القطاع العام. دونك سو سون دي زونتربريز كي ابارتيان اون توتاليتي ا ليتا، يعني انهم كيكونوا منتميين كاملين ليتا. داكور، يعني الدولة كيكونوا منتميين ليطا، هي الدولة كتكون كتحكم في ولا عندها رأس المال ديال الشركة كاملة، وحتى لا جيستيون ولا ديسيزيون، يعني الدولة هي اللي كتقرر شنو غدير وهي اللي كتسيرها. دونك هنا لي زونتربريز ايتاتيك، هنا كنهضروا بحال لي انستيتيوسيون ايتاتيك. داكور، جميع المؤسسات اللي كتنتمي للدولة. وندوزو للجوج، دونك لي زونتربريز سومي بوبليك. دونك سومي بوبليك نص étatique ou نص privé. D'accord? Ce sont des entreprises contrôlées par les pouvoirs publics. Choix des investissements, niveau de prix, politique d'emploi, etc. Mais ou des personnes privées pratiquement, pardon, participent au financement ou à la gestion. هنا نهضروا على مجموعة الشركات اللي نص ديال ليطا والنص ديال الاخر. هنا كنهضروا على لي زوفيس، تقريبا غادي نجمعهم كاملين، اوف بي بي تي، سي المكتب، المكتب الوطني، باردون، لو سي بي، المكتب الشريف للفوسفات، دونك جميع المكاتب هادو. دونك النص كيكون ديال ليطا في لا جيستيون لي بري وداكشي، مي كيكونوا دي زاكسيونير اللي مساهمين ماديا. ندوزو لبي، بي لي زونتربريز بريفي. هنا كاينين، يعني كاين لي زونتربريز بوبليك اللي هما اما سيمي بوبليك ولا بوبليك، وكاين لي زونتربريز لي 100% بريفي اللي هما كينتموا للقطاع الخاص. ايل بوف تيتر دي زونتربريز انديفيديويل، دي سوسيتي و دي كوبيراتيف. داكور، نهضروا في الاولي على اون اونتربريز انديفيديويل، ابارتيان اون توتاليتي ا اون سول بيرسون كي اسور لا جيستيون اي لا ديريكسيون. داكور، اون اونتربريز انديفيديويل بمعنى شركه ديال واحد معروفه باسم شخص، ماشي باسم شركه، باسم شخص. داكور، وهي هنا كيميزوها بزاف ديال الحويجات، ان هي ما كتخلصش الضريبه على الشركه،
اللي كتسمى لياس، كتخلص غير لياس، هي كتخلص الضريبة على الدخل، لامبو سيغ لو غوفوني، داكوغ. وهي في لو ستاتيو ديالها هي اون بيرسون فيزيك ماشي مورال، هذه هي لونتربريز انديفيديوال، يعني غا ماشي غير مولاها واحد دونك فيها غير واحد، لا غتكون مولاها واحد مي واخا خدامين فيها بزاف الناس 10 20 50 داكوغ، مي appartient en totalité à une seule personne qui assure la gestion et la direction. D'accord? Il y a les sociétés. La société. Juridiquement, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun leurs biens ou leur travail, ou les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra être résulté. D'accord? La société, c'est le shérika. Shérika, c'est un accord de l'achat ou l'achat. دونك اللي هما كيتفقوا باش انهم يحطوا مثلا دي بيان اللي هما مثلا يقدروا يكونوا كراسه مثلا او قهوه مثلا، جاوا جوج الناس يتفقوا، واحد حط فلوس واحد حط كراسه وبلازما وماتش نو وباريسا، واتفقوا باش انهم يربحوا بجوج ويقسموا الارباح بيناتهم. هنا كنهضروا على لا سوسيتي. داكور، نمشيو لتخوا لي تيب دونتربريز سوسيتير. دونك كاينين لي سوسيتي دو بيرسون، اون سوسيتي كونستيتي par les associés ayant une forte relation entre eux parce qu'ils collaborent effectivement et personnellement à la poursuite du but social. هنا كنهضروا على الشركه ديال الاشخاص، سوسيتي دو بيرسون. الشرط اللي خصو يكون انهم يكونوا ناس متعارفين ما بيناتهم، داكور، une forte relation وما بيناتهم الثقه، دونك لا كونفيونس لا ريسبونسابيلتي. وغنهضروا على هذا الشيء حيت هادو شركه ديال الاشخاص. اول لو تيب هو اس ان اس، سوسيتي اون نون كوليكتيف، une entreprise commerciale composée d'au moins deux associés pouvant être soit des personnes physiques, soit des personnes morales, et dans ce dernier cas, ils doivent absolument être d'être des sociétés commerciales. Donc, il y a un nom collectif. Nous sommes d'abord juge le fort. Donc, je suis au moins juge de nas. انهم كيكونوا كو سوسوا دي بيرسون فيزيك اللي قلنا هما اشخاص ولا شركات. داكور، وكاين لو دوزيام تيب هو اس سي اس، سوسيتي اون كومونديتي سامبل، ايت اون انتربريز باردون ايت اون سوسيتي دو بيرسون كومبوزي داسوسي، كيكونوا داسوسي لي كومونديتي ريسبونسابل بيرسونيلمون اي سوليدارمون دو تو باسيف دو لا سوسيتي، كيكونوا كيتحملوا دونك يا كيتحملوا بحال قلت كيتحملوا كيتضامنوا ما بيناتهم على اي حاجه وقعت للشركه، دونك على اي حاجه كو سوسوا كانت ان غان ولا كانت ان ديفيسي اللي هو عجز. وكاينين دو كومونداتير كي نو سون ريسبونسابل كو دو لور ابور اي دون لي زابار سوسيال سون بو ليكيد كار لي ا لور بروبر بروبر بيرسون او ايدونتيتي. لي كومونداتير قال لك سيدي كانوا سون با ريسبونسابل، كل هادو ما كيكونوا كيتحملوا هادوك يا اخي، كيكونوا بيناتهم يعني كيتحملوا اي حاجه وقعت لونتربريز، مي هادو ما كيتحملوا غير داكشي اللي مساهمين به. مثلا مساهم 5% غيقول لك اعطيني 5% في الربح وغنخلص 5% في الخساره، داكور، 10% انسي تسويت، سي هادشي اللي بغاو يقصدوا بيها. ويا دي لي اس بي، هما اس بي سي لي سوسيتي اون بارتيسيباسيون، ايت اون فورم اسي بارتيكولير كار ايل نو ديسبوز با دو لا بيرسوناليتي مورال. هذا النوع هذا قليل فاش كيكون، حيت انه ما كتكونش عنده بيرسوناليتي مورال، دونك ما عندوش ليكزيستونت في لوجيستر دو كوميرس. داكور، يا جوج صحاب واحد عنده فلوس كيعطيهم لصاحبه كيقول له انت استثمر واعطيني حقي، دونك سي سا ليكزومبل. صافي، نمشيو لبي صغل. الصغل سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي اي لا فورم لا بلو سامبل دي سوسيتي. الصغل هي باينه، دونك هي مجموعة التاهية ديال الناس، تندوزو لي كاركتيريستيك ديالها. وكاين لي سوسيتي دي كابيتو، اون فورم دو سوسيتي دون لاكيل لا بيرسوناليتي دي زاسوسي سون دونك ابلي دي زاكسيونير. لا سوسيتي دي كابيتو يعني هي شركة ديال رؤوس الأموال اللي ديال الأموال. هنا الناس اللي كان يكونوا فيها كنسميوهم، ما كنسميوهمش أعضاء، كنسميوهم مساهمين، ولا دونك سي مساهمين عندهم أسهم. داكور، سي سا دي زاكسيونير، حيت لاكسيون هي السهم. دونك إليا دو تيب، كاين جوج انواع. ليس ا سوسيتي انونيم، سات فورم سوسيتي اي كونسي بور لي غران زونتربريز، هي مجهوله الاسم ولا الشرح ديالها في العربيه بحال هيدا. هما النوع ديال الشركات اللي كتكون اسم ديالها ماشي مجهول ولكن ما كيكونش مرتبط بالاشخاص،
كوكا كولا بيبسي دونك ما كنعرفوش حنايا سميت دونك الناس اللي فيها دابا حاليا داكور. وكاين لي اس سي ا سوسيتي اون كومونديتي بار اكسيون سات تيب سي ان تيب ولا باردون ما نستكشي دو لا سوسيتي كي ايدونتيفي اون كومونديتي سامبل ا لا سول ديفيرونس. هي في حال كتشبه لها هذيك اللي هضرنا ديال لا سوسيتي اون كومونديت سامبل غير هادي سي باغ اكسيون. دونك الناس اللي عندهم النصوم داكسيون هما اللي كيسوبيو ولا اللي كيتحملوا دونك الخساره كيما غيستافدوا من الربح بعدد ديال الاسهم ديالهم اللي بغاو يخصو بها. لا كوبيراتيف هما الجمعيات ايتون اونتيتي ايكونوميك فوندي سور لو برانسيب دو لا كوبيراسيون اي لا بور اوبجيكتيف دو سيرفيس او ميو لي زانتيغي ايكونوميك اي سي كومبيرون. جمعيات باينين هما جمعيات اللي كيكونوا صغار جمعيات فلاح. الى هنا ان شاء الله غادي نتوقفوا في الجزء الاول من الموديول ديال لونتربريز سون انفيرونمون. اليوم احنا درنا الجزء الاول، كنتمنى الا كان عندكم شي استفسار ولا شي تساؤل ولا اي حاجه كانت شي ملاحظه خليوها لي في لي كومونتير نجاوب عليها دونك. وان شاء الله في انتظار الفيديوهات الاخرين كنتمنى منكم الدعم والتشجيع، تابونا ولا كنتو تقدروا تابوناو دونك بهكا بحكم هكا نزيدوا فيديوهات اخرى ان شاء الله في السنه الاولى والسنه الثانيه من هاد الشعبة اللي ذكرنا ولا الشعب اللي كتشابه بالنسبة ليها. وشكرا بزاف على الانتباه ديالكم، مع السلامة. ديما شوف الناس اللي وصلوا من والو، تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. وأهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معاك النهار الأول.